تحرك سيادتك. ايه الاخبار؟ الاخبار سوا. بنجهز للخروج، هتيجي معنا؟ جاهز ومستنيك. واضح انك اشتغلت عليها كتير. شوية. افتح البوابة. يعني ليك فايدة؟ بتعرف تسوق؟ طيب اقدر اسوق. عاوز تطمن المسلحين لازم تثبت لي ده. هنشوف تقدر تسوق قد ايه يا سانجو. وايه اللي حصل وقتها؟ شكلها حريقه في الغابه، بس الجذوع كلها متفحمه، وده معناه ان الخشب انقطع قبل ما يتحرق. عندك وجهة نظر، بنسميها الجوع على الميتة. بنبني بالجذوع حواجز، بعد كده نحرقها، ومن الموقع بنقدر نشوف الوجود اللي جاي قبل ما توصل لنا. وإيه؟ هتحرقوا المباني عشان المراوغين والمسوخ ما يلاقوش مكان يناموا فيه؟ عارف المسوخ مش كده؟ زي ما قلت كنت في الأنقاض لمدة طويلة، فهي دي خطتك؟ ها؟ المسلحين؟ قصدي تدمير كل حاجة بالحرق؟ إحنا بنخوض حرب يا سيد جون، وهنعمل اللي علينا عشان نكسب. حرب؟ مش هي دي الحقيقة؟ حرب؟ كنت في الأنقاض، شفت الحشود، الحاجة الوحيدة اللي وقفتهم هو الجيش، جيشنا. الموضوع هيحتاج أكتر من جيش. عندنا خطة، العقيد سمح لك تنضم، بكده تعرف كل التفاصيل. سيلفر ليك، سألت عن النجيب، بتدور على حد معين؟ لا مش بالظبط، قصدي اسمع، كنت عارف شباب بسوق معاهم موتوسيكلات، وافتكرت إن هم انتهوا هنا. لا طردت رجاله لمسافات طويله قبل كده، لكن مش بالطول ده، مفيش اي جوائز لده. وصلنا. اهلا بالعريف، النقيب موجود هنا. نفذنا يا فندم. اتأكد ان في علامة. علم يا فندم. تمام، ارجعوا لبحيرة دايموند وخد كان اسمه تايلر صح؟ علم يا فندم. خدوا للعقيد، هاجي الساعة 1800. آسف. بالتوقيت العسكري يا عريف، المفروض انك دلوقتي عارف. علم يا فندم. خلصنا من المهمة دي. علم يا فندم. لقيت حاجة؟ فات وقت قد ايه؟ اللي انت وفاسكوز معاكم من اسبوعين او اكتر؟ كان مشغول. بتقول ايه؟ عندكم مشكلة مع قطاع الطرق للإمداد أو مع النشالين؟ أيوة. ماشي، طب احنا هناخدها على رجلينا من هنا. ماشي، ليه؟ لأن فاسكوز هنا لسبب صعب أراقبه من الموتوسيكل. تمام. نبدأ منين؟ التلج بينزل عشان كده مفيش أي آثار جزم. يلا، عايز ادور جوه الكابينه. تمام، انا ماشي وراك. انت قلت انه سرق حصص طعام وذخيره. نعم، دي وجبة جاهزة للأكل، نصها متاكل، واضح إن رجالتك ركبوا من غير ما هو يتوقع. الموتوسيكل بتاعه لسه في المدخل، ده معناه إنه خرج من الباب الخلفي. استنى، عندك هنا. ولقيت إيه؟ السور اتقطع. مش مصدية. كان لسه مقطوع حالا. يلا من هنا. انت استنى لحظه بس، بص هناك اثار. ايوه، حظنا حلو من هنا.
لحظة استنى. لقيت حاجة؟ رصاصة لسه مستخدمها. هو وقف يضرب نار على حاجة معينة. يلا تحت هنا. خد بالك في ديابة. شايفهم؟ ده آخر واحد منهم. تمام يظهر كده بس. حلو ده لحمة طازة. تمام عايز أبص على الشيء ده. واضح إن الوجبة اللي جاهزة للأكل ما كفتش الراجل بتاعك. طلقة صائبة في الراس بالظبط. الديابة سمعوا الرصاص وبقوا عايزين ده أكتر من فاسكيز. أيوة باقي القطيع جم علينا من الطريق ده من الشرق. تفتكر راحوا ورا فاسكيز وسابوا واحد يحرس الجسم؟ ده اعتقادي. تمام هنشوف لو أنت صح. أنتوا عندكوا ذئاب كتير هنا؟ أقصد ذئاب مش مصابة؟ بتجيلنا بلاغات كل يوم تقريبا. لما كنت صغير زمان ما كانش في ذئاب في أوريجون. كان في قيود قليلة بس ما كانش في ذئاب. هم انقرضوا بسبب أصحاب العزب والمزارعين شركات الأخشاب. تمام هم شكلهم راجعين بقوة. استنى استنى استنى. وإيه دي بقى؟ دي شنطة الظهر. دي واحدة مننا. شكلهم كده قربوا يقضوا عليه. ساب الشنطة عشان يعرف يهرب. لا عشان يكسب وقت. شايف العلامات؟ وقع وحاول يهرب بعيد بس هجموا الديب بعدها. بس فاسكوز سابهم ومشي. طليتين. تقدر تستنتج ده كله من علاماتهم على التل؟ اصبر وطي مسخ. موقع مقابر نيرو. ما افتكرش انها موجوده على خريطتنا. دي منتشره في كل المنطقه. يمكن ده يفسر سبب ان فاسكوز جه لحد هنا. يلا نبص بصه. زي ما توقعت بالظبط. سان جون من هنا. وراك على طول. لازم اعترف اني بجد خلاص زهقت من الهروب ومن كل الاوجات دول. انت قابلت مسخه قبل كده؟ عملتها قبل كده. لازم تكمل في الحركه. بص لو ناوي تنضم لنا فعلا لازم تركز في المهمه. ما بنحاربش مسوخ هنا. التواجد في الانقاض وقتل المسوخ امرين متلازمين مش كده؟ تمام خليك محافظ على مسافه بيننا وبين المقابر. الجو برد ممكن يخرج كتير منهم. بيتهيالي ممكن نشم ريحه الجثث من على بعد ميل. استراتيجيه الحرق والمنطقه بتاعتنا. تمام. أتمنى لك حظ سعيد. شفت كتير منها بس في جزء من المقاطعة دي. هنفضل ناحية الشرق. إيه رأيك؟ هو في حد بيراقبه؟ مش عارف. تمام هو ممكن يكون ميت أو عنده صحاب كتير مش شايف أثر العجلات وهي مغطية على رجله. في علامات كتير. تمام تعال نشوف رايحين فين. قلت إن البرد بيخرج المسوخ؟ برد تلج مطر ده حتى غيوم. زي ما قلت لك قبل كده أنت عارف المسوخ. لما نرجع القيادة ناس كتير هتعوز تتكلم معاك. أشخاص؟ القائد هيقول لك كل حاجة لو سمحتك تنضم. أعتقد إنك فعلا قلت كده. هو ماشي كل حاجة بالساعة. ما تخليش أحلامك تغلبك. ما تقلقش عليا. أنا بجد مش فارق معايا. لحظة واحدة في صوت. أيوة جاي من المعسكر اللي هناك ده. ده على الخريطة بتاعتكو؟ أيوة ده معناه إنها على خريطة فاسكوز برضو. تعالى ايه خطتك لو لقينا فاسكيز هناك؟ تمام هو مش لوحده. ده باين من الاثار. عقوبه المسلحين في حاله التغيب من غير انذار. حكم بالاعدام في الشنطه. ليه
أظن إن فاسكويز مش هيجي معانا من غير خناق. شايف الراجل بتاعك؟ تمام، هو ده. تمام، واضح انكم لازم تعملوا بعض التحريات على المجندين بتوعكم. ده قاعد كأنه في بيت. هنستنى هنا وهطلب الدعم. ابعد ايدك دي عني. دي طلعت عنيفة يا رجالة، ايه رأيكم؟ هنشوف الموضوع ده. لا مستحيل، انا بس عندي مشكلة مع اللي بيأذي الستات عشان معهاش سلاح. انا بديك امر. امر؟ شايفني حاطط شارة حمراء ولا ايه؟ انت مالكش انك تأمرني، واللي عايز تعمله اعمله. خليك ورايا وحاول تحميني لو لزم الموضوع. يلا هنتصرف مع صاحبك. بس كيز من النهاردة مش من رجالتي. طيب استنى هنا. ايه اهدي اهدي اهدي، انا بس هنا علشان اساعدك. انا مش محتاجة مساعدتك. تمام، انا بس هتحرك حالا. مش معاهم. انت فاكر انك فارق معايا؟ انت مين؟ تمام تمام. Hmph!
احنا جبنا الموتوسيكلات يا فندم، احسن ما نروح على رجلينا. خلصنا عريف. ايه الاخبار؟ انا نجحت. نجحت؟ كنت بتراقبني طول اليوم، افتكرت ان ده زي اختبار. لا، ما كانش اختبار خالص. زي ما انت شايف المرشحين للتجنيد مش زي الاول. تمام. ايوه، نجحت. ها، يلا تقابل العقيد. اه طبعا، قولي لا. قولي يا سان جون، خدمت فين قبل كده؟ قبل الفوضى دي. انت عارف شكل المركبات الجاهزة، وتعرف معلومات عن موقع العدو، وعندك فكرة عن المناورات التكتيكية. عشان كده خدمت فين؟ القوات البحرية؟ الجيش؟ بحاول ما اتكلمش عن الموضوع ده كتير. يعني في اول سنة هنا كان كأن كل واحد لابس زي مستهدف. انا كنت في الجيش في الجبل العاشر، كنت في جولة كاملة في افغانستان. وانت كنت فين؟ اي شخص كان في الجيش عنده مستوى من التحمل محدش من جنودك يمتلكه، بس انت عندك. زي ما قلت عندك بعض النظر، كنت في القوات الجوية من 10 سنين في التخطيط الجوي. مفيش مستودعات صواريخ في أوريجون. كنت في أجازة، تصدق أو ما تصدقش، قبل ما القمر الصناعي يفصل كان بيجيلي تقرير كل ساعة من الريف. تفتكر الوضع سيء هناك؟ كل ما هو شرق الميسيسيبي تم اجتياحه في يومين. المنطقة دي مألوفة ليك؟ اتولدت في بلد شمال المنطقة دي، فيرويل، عارفها؟ لا، لما كان مناسب تسكن فيه لما العالم يخلص. تمام، اعرف كده. يمكن تكون جيت هنا قبل كده. صح، انا كنت هنا من مدة كبيرة، انا ومراتي. مراتي جينا هنا عشان نقضي شهر العسل. معك صورة؟ قصدي لمراتك. اسمها كاري، اتجوزنا من 12 سنة و... المهم دي حكاية قديمة. أنا بيتهيأ لي ده معناه إننا لازم نبعد. إيه؟ لا لا لا، ده مش هيتطبق علينا. ليه؟ عشان مش عارفين نقرأ؟ عشان ما بنطبقش القانون. اتكلم عن نفسك بعدك. تمام، بتخليني أتعاون في التآمر ده، ودي مش شهامة خالص. مين إيه؟ معناه إن... تمام، مش هتعلم ابدا. انا حقيقي اسفه. مش مصدق، كان لازم تشوفي النظره اللي على وشك. كان مضحك قوي. انا لو كان معايا موبايل كنت صورتك. دي المره الوحيده اللي اتبسطت انك ما عندكش. اوه، ما تتكلميش في الموضوع ده تاني. ايه، ما قلتش حاجه، انت اللي قلت. لسه دلوقتي. طيب احنا رايحين فين؟ انتي امشي بس في الطريق، وانتي مش هتلاقيه بعيد قوي. يعني يا ترى امي هتقول ايه لو عرفت اني خرجت في نص الليل في مكان فاضي مع واحد بموتوسيكل زيك؟ مش عارف، يمكن تقول حبيبي البس لبسك احسن. بتضحك قوي. مش هتقول اي حاجه، فاهمه؟ ما كانش المفروض تقول لهم عننا، فاكره؟ لا يا ديك، انا قلت كده من زمان، انت عارف اني ما اقصدش ده. ثانيه، اسمعي، انا مش بحكم، بس قصدي انا ما قلتش لابويا. ده عشان باباك ميت.
أيوة صح، ده قصدي. السؤال هو، انت قلت لحد من اعضاء النادي انك مصاحب بنت لطيفة من سياتل بدل بنت جميلة غبية من النوادي اللي انتوا بتروحوها؟ اوه استني ثانية، احنا مش عايشين في نادي ليبي، يعني عندنا عضوية ابدية هناك، ده حقيقي، بس مش عايشين هناك. وكمان انا قلت لهم، ايوه الحقيقة ان انا قلت لهم. استنى، انت قلت لهم؟ اوه تمام، ايوه. لا ما تتفاجئيش، شهادات الدكتوراه بتاعتك بيشوفوها جذابه جدا. ايوه طبعا اكيد. طيب انت عارف ان معاد مني صح؟ اوه عارف، بس بقى كفايه، قصدي انا لازم اصحى بدري بكره. بجد؟ ايه الاخبار؟ قصدي تتكلميش في الموضوع خالص. مفيش حاجة، بس هو مشروع، قصدي شوية مديرين تنفيذيين جايين من نيويورك عشان يشوفوا شغلنا، والمسؤولين هنا في الشركة بيجهزوا معمل من غير ما يقولوا لي المواصفات بتاعته. افتكرتك انك مش عايزة تتكلمي في الموضوع. اسفة، ده بس عارف، ولا يهمك. على كل حال شكرا عشان بعدتني عن كل ده. اكيد مش مشكلة. دي مزرعة أعشاب؟ هو ده اللي كنت عاوز توريهولي؟ بتقولي إيه؟ طيب ده نبات عشبي وده نظام ري، يبقى دي أكيد مزرعة أعشاب طبعاً. أوه آه، بصي مزرعة برسيم. أنت جايبني هنا في نص الليل للمكان الفظيع ده علشان تفرجني على زراعة أعشاب غير قانونية؟ أيوة يعني فهمتيني. كنت بتمنى تدينا نصايح عن الزراعة، تعملي حاجة مفيدة بشهادات الدكتوراه بتاعتك. معقول يا ديكن؟ تمام فهمت، ده مش اللي انت كنت عاوز توريهولي صح؟ لا طبعا لا، يلا كملي الطريق قربنا نوصل. افتكرت اني هتعلم، لكن انا ما بتعلمش. لا ممكن، انت شايف ضوء القمر ده؟ شكله جميل قوي. كملي، قربنا نوصل. عمرك فكرت الدنيا هيكون شكلها ايه لو الانوار انطفت في كل حته وفي نفس الوقت علشان كلنا نشوف الدنيا زي ما احنا شايفينها كده؟ قصدك ايه، ضلمه وظلال واكتئاب؟ انا قصدي القمر والورود والفراشات. ايوه فهمت، كنت بتهزر تاني. طيب خلاص، انت عمرك ما هتتكلم جد ابدا. أنا باخد كل حاجة بجدية. صح جداً. بجد؟ لا ما تقولش، زي لما اقترحت أني أنقل شوية حاجات بتاعتي لبيتك فعملت أني بهزر معاك. لا مش صح، عملت نفسي مش سمعك، في فرق كبير. كان لازم تشوف النظرة اللي على وشك، وعلى فكرة أنا عندي موبايل وصورت بيه، تحب تشوف الصورة؟ ها؟ مش مصدق، أنت عالمة، ينفع نتكلم بالعقل في الموضوع ده؟ طيب أولاً أنا كل اللي قلته هو إننا لازم ندرس إننا نعيش في بيت واحد علشان نقضي وقت أطول مع بعض، وطبعاً بعد كده ناخد الخطوة الجاية. إيه الغريب في ده؟ أنا فرشة سناني موجودة في بيتك. أنا أسف، عارف معاك حق، دي مسؤولية كبيرة جداً. قصدي أنت عارفة فرشة السنان الكويسة بكام دلوقتي؟ تمام شفت أهو تاني، كل ما حاول أتكلم عن المستقبل تقلب الموضوع هزار. تمام مش مشكلة، لازم نتكلم في ده وهنتكلم، لكن استني ثواني عشان عايز اوريك حاجه. تمام شفتي، ده السبب اني جبتك المكان ده. واو جميل جدا، الامر يستاهل. طبعا. في حاجه كنت عايز اطلبها منك. ايوه ديكن، ممكن ده بجد؟ ممكن ده معناه؟ انا عندي شرطين. مين هم؟
أولاً إنك ما تطلبش مني نعمل حفلة على طريقة الموتوسيكلات وتقضي معايا وقت أكتر من الموتوسيكل. موافق لو قدرت أوفي. أو استنى، الشرط التاني بقى هو إنك ما تسيبنيش أبداً. موافق. ده ختمك اللي بيلبسوه اللي بيسوق الموتوسيكلات. عارفة أنا بقى اللي عملت، إيه رأيك؟ مش ممكن، شكله مدهش بأنيابه الصغيرة وهي السلاسل متعلقة فيها. مفيش حاجة تعبر عن الحب الحقيقي زي جمجمة كلب. هي إيه الكتابة دي؟ آسف، افتكرتك تعرفي لاتيني. قول. تمام، مورير انفكتس، يعني الموت قبل الهزيمة. واو، عجبني ده. بس انت هتجيب لي خاتم حقيقي صح؟ مش قصدي ان الخاتم مش عاجبني عشان انا، بس ده بتاعي. مظبوط، ده ختمك انت، عايزه خاتم سمحت. بسيط من غير انياب. تمام. ايه ده، انا اسفه. لا تمام، ده المعمل لازم ارد. تمام. الو، ايوه، لا تمام، هكون هناك. تمام، باي. هو كل حاجة تمام؟ مش عارفة، محتاجيني هناك. أنا إيه؟ لازم أمشي حالاً؟ في الوقت المتأخر ده؟ أنا أسفة بس لازم أمشي، هنعوضها يوم تاني أكيد. تمام، يلا. تمام.